أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصاد الظهيرة، وإليكم أبرز العرب. والدا طفل ليث يستلمان ابنهما من مستشفى قسنطينة، والأمن يلقي القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة. العمامرة يؤكدون نجاح مساعي الصلح الجزائرية بين الأطراف المتنازعة بشمال مالي. أنصار المنتخب الوطني يصنعون الفرجة بابيلو وريزونتي، ومشكلة الاتصال بذويهم بالجزائر يبقى أكبر عائق يواجه. في جديد قضية طفل ليث، تم استلامه اليوم من طرف والديه بمستشفى قسنطينة بعد أن خضع لمتابعة صحية دقيقة مباشرة عقب استرجاعه من مختطفيه، وسط فرحة عارمة من طرف والديه، كما حظي التسليم بتواجد مكثف لأقرباء أو لقارب الطفل وأبناء الحي وسط فرحة عارمة. ياسمين خلفي وحنان بدر الدين أرسلتا التالية. وللتذكير، تم صباح اليوم إيقاف المتهم الرئيسي في قضية اختطاف الرضيع ليث محفوظ كوا بعد مطاردة من طرف مصالح الأمن ببلدية سيدي مزغي جنوبي شرق سكيكدا. المتهم الذي يبلغ من العمر 59 سنة ميسور الحال ويملك جنسيتين مختلفتين. وللتذكير أيضا، تم استرجاع الرضيع من خاطفه أول أمس من بلدية تمالوس بولاية سكيكدا بفضل جهود تحقيقات الأمن والدرك الوطني، حيث تم التأكد من هوية الطفل بفضل تطبيق تحاليل الحمض النووي، وهو الآن يتلقى العلاج بمستشفى قسنطينة الجامعية. هذا وتلقى والدا الطفل ليث عدة اتصالات تبارك لهما عثورهما على ابنهما، ولكن يبدو أن أم ليث تلقت اتصالا لم تكن تتوقعه ولن يمحى من ذاكرتها من دون شك. تفاصيل قصة الاتصال مع يوسف نكاع. مكالمة هاتفية من نوع آخر جمعت بين أكثر الأمهات تأثيرا على الجزائريين، إنهما أم ياسر وأم ليث. قلت له يا ربي رجع لها وليدها قبل وليدي، خاطش ما كنتيش صابرة. الله ما تهدريش الغاشي، خليها بيني وبينك. ومبروك على أختي، والله غير فرحت لك يا الحبيبة، لقيتيه مليح سماها، نفتيه مليح البيبي. يكبر شوية زرقيه على وش دار فيك. ادعي لي الله يحفظك يا سماهان، ادعي لي برك الوحدة مخلوقة كيما انتي. وبقلب موجوع اعتبرت أن المعطيات التي توفرت عليها مصالح الأمن ساعدت في العثور على ليث، على عكس قضيتها التي تبقى محل متابعة. ليث قضيته أنه كان في مكان باين يسمى كاين مشتبه به، وكاين نقطة بحث يكون فيها المنطلق مع مجهودات أمنية اللي كانت يعطيهم الصحة، عجبوني والله يا ماما. غير نجي للمكان لآخر مرة بت فيها معايا يا حبي، ونتفكر الليلة الأخرى، ونبوس المكان اللي رقدت فيه. أقول لك يا ماما، أمك حطت كبدتها داخل قارورة باش لسانها يعرف وش يخرج. والله يا ماما غير جاهدت عليك، والله ما نخليك يا حبي، والله والله يا عمري يا ماما ما نخليك. ونبقى نشوف ونولي عجوزة ونقابل الكاميرا ونقول أنا نحوس على وليدي ياسر،
حسبي الله ونعم الوكيل. أم ياسر التي لا تزال تجلس عند آخر زاوية جمعتها مع ابنها الصغير منذ أكثر من سنتين، لا يزال عزاؤها دموعها التي قد تحرك ضمائر المختطفين ليعيد ابنها إليها. إلى قطاع التربية، تنطلق اليوم الأحد رسميا عملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة البكالوريا بمختلف شعبها عبر 57 مركزا ويشرف عليها 34 ألف أستاذ، حيث تمتد عمليات التصحيح من أسبوع إلى 10 أيام، يسبقها تصحيح نموذجي لتوحيد الإجابات حيث تم تجنيد 15 أستاذا في كل قاعات تصحيح. أما بخصوص النتائج النهائية سترجع إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي يقوم بإيداعها لدى المؤسسات التربوية في 6 من جويليا القادم. في موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية رمضان العممرة مساء السبت بالجزائر أن مساعي تقريب وجهات النظر وتوضيح المواقف بين حركات شمال مالية الثلاث قد نجحت، ووقعت حركة الأزواد العربية والتحالف من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي. كما أوضح الوزير أن الأرضية التي تم التوقيع عليها من طرف 3 حركات مالية تحدد أساسا معالم الحوار أو الحوار عفوا بين الماليين الذين يجب أن يكون شاملا. صرح وزير الطاقة والمناجم عبد السلام بوشارب أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس لم يتم التطرق فيها إلى ملف استغلال الغاز الصخري في الجزائر. محمد شوقي علاك وأحمد محمودي. ما دخلش في النقاشات نتاعنا أبدا، معروفين معروفين قطاعات نتاعنا، عندنا في لا ميكانيك، عندنا في لي سيكتور دي بومب، عندنا كاين 8 ما كانش الغاز الصخري. كما أضاف عبد السلام بوشوارب أنه إذا تقرر استغلال الغاز الصخري في حدود 15 سنة المقبلة على الجزائر اكتساب وتحصيل التكنولوجيا اللازمة، مؤكدا أن الجزائر سيدة في قرارها لاستغلال الغاز الصخري من عدمه وفق مصلحة البلاد. محمد شوقي علاك وأحمد محمودي. في هذا لا قررنا به نروحوا ليه من على 15 سنة، لازم نبدأ درك نفكر فيه، لازم درك نبدأ نكون الإطارات، لازم درك نبدأ نخمم مع من وكيفاش ونكسب هالتكنولوجيا، ومن بعد درك نبقى سيد في قراري، مشيت ولا لقيت فيها مصلحة نمشي ونكون مأهل هالشي، ولا كان قررت ما نمشيش ما نمشيش. قامت صبيحة أمس مجموعة من النشطاء والأساتذة والبطالين وحقوقيين حضروا من ولاية بسكرة والوادي والجلفة وتوغورت، قاموا بوقفة احتجاجية تحت شعار لا للغاز الصخري. هذا وأطلقوا على أنفسهم اسم حركة حماة الوطن، منددين بمدى خطورة هذا الغاز والأضرار المباشرة وغير المباشرة على الإنسان والحيوان. الصور لمراسلنا عبد العالي بكاري. انخفاض قيمة الدينار الجزائري موضوع أثار اهتمام المختصين والمواطنين خاصة، وذلك لانعكاسته بشكل سلبي على القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني. أحمد محمودي ساهم في تهافت المواطنين وأعدى التالي. بعد الانخفاض المحسوس لقيمة الدينار الجزائري في الفترة الأخيرة، دق أهل الاختصاص ناقوس الخطر لتداعياتها السلبية، لا سيما من حيث العلاقات التجارية وارتفاع فاتورة الواردات، زد إلى ذلك تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. القيمة الحالية للدينار الجزائري والتي تعتبر فوق قيمته الحقيقية تشكل عائقا كبيرا أمام الاقتصاد الوطني. المستفيد هو الأجانب اللي يعيشوا لهنا أولا، اللي عندهم العملة الصعبة، كل الناس تجيبوا العملة الصعبة ويستفادوا، لكن المستثمرين المواطنين الجزائريين سوف ينضروا الكثير. المواطن من جهته أصبح واعيا أن انخفاض قيمة الدينار له أثر سلبي، فحتى الزيادات في الأجور أصبحت لا تعود بالفائدة عليه، معتبرينها مجرد زيادات شكلية. واش راح نزيدوا لنا في لوغمونطاسيون والدينار راهو يهبط سي كيف كيف، رانا شغل توجور لا بالونس امبتيكيا توجور اوني با بيان اوني با على بون بالونس. حنا ماشي لا كاستيون شهرية ولا اون شاش وي لي باسي لا بتيت موني، لا بتيت موني هذه وين راحت؟ انا نشوف كل الشيفرون
تعي تشري حاجه ب 10000، تعي تشري حاجه ب 100000، تعي تشري حاجه ب 50، ان شاء الله بتيت موني وين راحت؟ 1000 دينار دروك صافو ريالمون صافو ميم با 600 دينار، نورمالمون المسؤولين تاع الدوله يحوسوا لنا على سياسه، هذه السياسه تطلع من قيمه الدينار باش المواطن ولا الموظف قد يخلص ان سالير ناقص، مي افيك لا فالور تاع الدينار يقدر يقضي يقدر يعيش. ضمان معادلة متوازنة بين الزيادة في الأجور والتحكم في التضخم مع العمل على حماية القدرة الشرائية للمواطن مطلب يرجو الجزائريون تحققه ليتنفسوا السعادة. مع اقتراب شهر رمضان الكريم ساهم تهافت المواطنين في اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية قبل شهر الكريم في تنمي جشع التجار من خلال اغتنامهم الفرصة لفرض منطقهم في الأسعار، كما أن ثقافة الاستهلاك المنعدمة ألهبت جيب المواطن. متابعة في الموضوع في تقرير سيد أحمد هديب. غياب ثقافة الاستهلاك في الجزائر واللهف خلال المناسبات على مختلف المواد الاستهلاكية جعل من المواطن فريسة يعيش تحت رحمة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، حيث يساهم المستهلك بشكل كبير في ارتفاع الأسعار. لأن ما يخفاكش أحيانا أن زيادة الاستهلاك وخاصة الزيادة غير المبررة ولا المبالغ فيها لاستهلاك أي منتوج تساهم في رفع سعره، وعلى هذا إذا نقول أن المواطن أحيانا عنده دور في تحديد سعر منتوج معين حسب ثقافة الاستهلاك نتاعه. هذا اللهف لم يستثني أي مادة استهلاكية بما فيها الخبز الذي يكثر تبديره في رمضان. هي يعني نقص مادة الخبز تكون في الأسبوع الأول، وهذا راجع يعني للمواطن ماشي للخباز، لأنه في الأيامات الأولى المواطن يشري كمية الخبز بكمية يعني كبيرة، بعد الأسبوع الأول بالعكس راح يولي صاحب المخبز يشتكي لانه يولي دائما يعني يفضل له الخبز. اذا فالمواطن هو من يضع نفسه رهينه امام جشع التجار، فهل يتفطن لذلك وينظم نمط استهلاكه؟ تم اليوم الاحد بمدرسه ثبات الصف للدرك الوطنيه بسيدي بالعباس تخرج الدفعه 54 لاعوان الشرطه القضائيه، وقد اشرف قائد اركان الدرك الوطنيه العميد نوبه مناد على مراسيم تخرج هذه الدفعه التي تتشكل من 1560 دركي بحضور السلطات المدنيه والعسكريه، وسيواجه هؤلاء المتخرجون الذين يوجد من بينهم 500 عون امن طرقات لتدعيم تشكيلات وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني، كما تضم ذات الدفعه التي سميت باسم الشهيد برومي محمد اعوان مكونين في مجال تقني كهرباء وميكانيك العربات وتكوين سواق في مختلف اصناف السياقة. وقد تميزت هذه الدفعة وللمرة الأولى بهذه المدرسة العسكرية تكوين متربصين من فلسطين والنيجر، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون. وكان أفراد الدفعة قد نظموا بالمناسبة استعراضا عسكريا أبرز من خلاله استعدادات فردية وجماعية بمستوى عالي، سواء بالنسبة للدفاع عن النفس والتصدي للاعتداءات ومكافحة الجريمة أو ما يتعلق بتأمين الطرقات. دوليا تسبب تصاعد الأزمة الأمنية في العراق في ارتفاع أسعار البترول باعتباره من أكبر البلدان المنتج للمحروقات. متابعة في الموضوع مع محمد شوقي علك. على خلفية تمديد منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك العمل بسقف الإنتاجي البالغ 30 مليون برميل في اليوم لتحقيق الثبات النسبي للأسعار، أدت الاضطرابات الأمنية والمعارك الدائرة في العراق إلى قلب الموازين وتوقف جزئي للإنتاج البترولي في هذا البلد النفطي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع محسوس في أسعار البترول في السوق العالمية. كل ما أصابت خلل داخلي في بلدان الأوبيب ونقص العرض وبقي الطلب يزيد السعر، والعكس بالعكس. توقيف الإنتاج العراقي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط، ما سيعود بالفائدة على البلدان المصدرة كالجزائر، ومن المحتمل أن تتدخل بعض الدول لضخ المزيد من البترول وفرض التوازن في السوق إرضاء لحلفائها. كلما زاد السعر كلما كان ذلك ربحا آنيا، ولكن يمكن أن يكون خطرا للمستقبل، لأنه إذا زاد بعد 120-130 يكون فيه ضغط على البلدان اللي عندها علاقات خاصة مع بلدان أخرى لأن تزيد من إنتاجها. هل ستزيد السعودية؟ هل ستزيد الجزائر؟ هل ستزيد هذه
في دوامة وفي انجرناج بوليتيك ايكونوميك. اتساع بؤرة اللا استقرار في كل من ليبيا، إيران والعراق ألقى بظلاله على أسعار النفط التي من المرتقب أن تأخذ منحا تصاعديا وسط توقعات ببلوغ سعر برميل النفط $130. إلى موضوع الرياضة، ومع اقتراب أولى مباريات الخضرة أمام بلجيكا بدأ سوق الأقمصة الرياضية بالانتعاش، حيث بدأ الجزائريون التجهيز للاحتفال في حالة فوز رفقاء بوكرا. سمية سماش. جينا مع بابا باش نشريو حوايج باش نديفيليو اذا ربحو. وحبيتي ماركيو 3 الكاشني وكاسكيطه والبوق والحوايج جاهم في الدار. كاين اقبال على كاين اقبال بزاف على كل يوم نجيبو شاك جو نجيبو سلعه خلاص كل معناتها كل يوم نروحو نجيبو سلعه والناس يجوا يشروا وان شاء الله حابين الجزائر تكاليف الدوزيام تور ان شاء الله وان شاء الله تكاليف ويفرحونا ان شاء الله. يصنع الانصار الجزائريين قبل 48 ساعة عن موعد اول لقاء للخضر امام منتخب بلجيكا اجواء جد مميزة بمدينة بيلو اوريزونتي، حيث خطف الانصار الجزائريون الاضواء من خلال حماسهم الكبير وتشجيعاتهم المنقطعة النظير. التفاصيل مع بعثة النهار الى بيلو اوريزونتي فتح مشعل. إذن مشاهدينا كما تتابعون أنصار المنتخب الوطني يصنعون أجواء رائعة هنا بمدينة بيلو أوريزونتي، يكسرون صمت هذه المدينة، همهم الوحيد هو مناصرة المنتخب الوطني، همهم الثاني إعطاء صورة جميلة على الجزائر. لا، هم في غنى عن كل الصعوبات التي تواجههم هنا في البرازيل. من مدينة بيلو أوريزونتي فتح بوشعنان، تلفزيون النهار. وعلى الرغم أن كل الظروف هيئت وهيئت للأنصار الجزائريين لضمان إقامة جيدة لهم طوال تواجدهم بالبرازيل، إلا أن هاجس أو بالأحرى مشكلة الاتصال بذويهم بالجزائر يبقى أكبر عائق في ظل القوانين البرازيلية التي تمنع الأجانب من اقتناء شريحة الهاتف النقال. بعثة النهار إلى البرازيل وقت تفاصيل. الاستقبال كان مليح لاباس به، وشو لقينا دي بروبليم تاع اتصال هكذا شويه الشبكه ضعيفه شويه، وحنا خويا كما يقولوا رانا مع البلاد وسيبورتيو البلاد وان شاء الله نربحوا ان شاء الله الماتش تاعنا. ولا دي ديفيكولتي افوار سي لا كومونيكاسيون وصحيح سي سا الكاميرا مليحه رانا في رحمه ربي، عندنا غير مشكل تاع التليفون برك، غير نطلبوا من نجمه ولا موبيليزي يتساهلوا لنا في التليفون وصاي. المشكل هو تاع الاتصالات خاصه الانترنت سي كي لو بلو غراف، يعني لا كونيكسيون سي تري تري فابل، ومعليش حنايا دوك نشوفوا كيفاه نتصلوا بالاهل منا. وقالوا لنا لي ميساج منا بعثوا لنا رومينغ هاو كيفاه ديروا ترسيفي بطا وتعيطوا بطا، ما كان والو والله ما كان والو، وعود كاذبه ولفنا عندنا نورمال الجزائر وعودك. وصلنا الصباح احنا اون ريشارجي لي بيس تاعنا تاع لي زوبيراتور بور نو با سيتي ان دي زوبيراتور سما تو لي زوبيراتور اون لو ميم بروبليم. اون ريشارجي لي بيس تاعنا كي وصلنا ما لقينا ني رومينغ ني كريدي ني والو، دوكو اون اي دو مال كونتاكتي نو فامي، اون اي تي اوبليجي داشتي دوتر بيس تاع لي زوبيراتور لوكو لهنايا. ما مشات لا تاع حمله تاعنا في زوج. ما
ما بغى يمشي والو لا الرومينغ ما كان حتى حاجه خويا. المهم انا بيان وخلاص يلحقونا لي ميساج ريسيفي غير لي ميساج باقي ما كان والو خويا هذا ما كان هذا مازال ما يبين والو خويا. رحت واحد الساعتين وانا باغي نشري فيس ما كان والو كان معايا واحد الخو والله عينه الفريوا ليسونسيال حنا اون جيست فولي سينيالي هذا لو بروبليم تاع لي زوبيراتور مي ماهوش حاجه اللي راح تعيقنا ولا باش نساندوا الفريق تاعنا الوطني لاخر دقيقه. في الشأن الرياضي دائما وبهدف مساندة عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم بمونديال البرازيل، بادر شباب ناشطون في مجال البيئة ببلدية عين كرشة في ولاية أم البواقي إلى غرس شجرة للمساندة العميقة لأبناء الريف تجاه فريقهم، وذلك ضمن مشروع شجرة الحياة المتفائلة بأفضل النتائج. رشيد قدم. قام ناشطون في مجال البيئة ولو بقافلة متواضعة بغرس شجرة المؤازرة والتشجيع لأن أريجها يفوح برائحة التحية العطرة من مشتى الزرازر في بلدية عين كرشة بولاية أم البواقي إلى تشكيلة المنتخب الوطني بالبرازيل. المبادرة الشبابية لغرس أشجار المساندة في مشروع شجرة الحياة بعديد أرياف المنطقة ضمن مخطط البيئة في خدمة الرياضة. أرتأت جمعية حماية البيئة أن تكون في الميدان وبمشاركة المحبي الرياضة تحت شعار الرياضة في خدمة البيئة، وين قامت الجمعية برفقة محبي الفريق الوطني بغرس أشجار مساندة للفريق الوطني توفيق إن شاء الله والتأهل إلى الدور الثاني، وإن شاء الله نكون دائما مع الفريق الوطني وتحية الجزائر. وبالراية الوطنية يجوب هؤلاء أرياف عين كرشة على اعتبار أن شجرة الانعتاق هي الوسيلة التي تجمع الشباب والأطفال في المشاة عشية مهمة المنتخب الوطني في كأس العالم. احنا غرسنا أشجار لمساندة الفريق الوطني اللي يتواجد بالبرازيل ونتمنوا له كل التوفيق للتأهل للدور الثاني. وانطلاقا من مشتة الزرازر يتجسد الإيمان الصادق والعميق والنتائج المتفائلة لمنتخبنا الوطني، وبالتالي فهي ورود التحية العطرة من الجزائر العميقة. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حصاد الظهيرة في أمان الله.